نعم، غير هذا من الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم يا أخي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ليلو سلاموي أدبنا أسرات بملكام مازز كمدفو نقر مكلكل شريعو بميسفردو نيتامر. كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ لسويت كتقلسوا معابرة سويت سويتم بملكام كمي مكرو معابرة سويت مرت هزبوش عادر قواتشوهان إيه أمة مرت أمان بمندنا مرتي أمان. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بملكام تازال لاتو كمدفو تكلكل لاتو بعلام تامنا لاتو. لكن لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على وفق الشريعة. نقرقن بملكام سنناز كمدفو سنكلكل شريعهم بتسمع مالنا بقتنا هوني تامنا لاتو. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. ابن الحكم السلمي مبارك رضي الله عنه سراجون الله يودد الله جونا. تكلم في الصلاة بصلاة السيئة التي تناكر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ نبي صلى الله عليه وسلم كصلاة بهلا من سر. يقول معاوية فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. سبحان الله، خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. نعم. معاوية رضي الله عنه كستاتو سيناقر من بلو قلسة نبي صلى الله عليه وسلم بصلاة سنقر تناقري بمنم تعمر على قلامتهم على صدوهم منم يعلو ينقري لما كذيب اللي تطوري هنا سنة مقبارة. اليوم لو يدق جوال أحد الناس تليفونه مثلا أو شيء ممكن يضرب من بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. نعم. من قال نبياتنا عليه الصلاة والسلام ي صلاة نبالا نجر يسويت نجر المسمى مو نجر هذا اللهم وري من ورابط هذا اللهم بصلاة استقبله بتروا أخلاق إنه يتناجرت. إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن هذه الصلاة. صلاة بلو مالت تسبيحنا سبحان الله من اللبث نزو تكبيرنا من نادر الله أكبرنا من له قرآننا من كرابث إينو صلاة بلو مالت. الآن معاوية رضي الله عنه كان مذنب مخطئ. بهون ساعة معاوية مخطئ نينبر وعندما تساسات نينبر بيع صلاته نقر ووري بموراته. عندما رأى هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ كنبي صلى الله عليه وسلم اندزي يا مارا يهون أخلاق طريه هنا سلم إقبار سيم ملكة معاوية من سرى من أدرى أصبح طالب علم الآن طالب العلم هنا يوكت فلاقي هنا. قال يا رسول الله أنتو يا الله ملكتنيا إنا كنا في جاهلية إنيا كو بزابة جاهلية بما هي مسرعة سنين أكبرنا وأتانا الله بهذا الإسلام الله سبحانه وتعالى إن نسلمنا عمدت لنا. قبل قليل كان مذنب مخطئ كتوسل دقيقة قبل فيت قلنا أستولو الآن طالب علم يريد يتعلم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أهون قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنو تماري هنو قال وإن منا أقواما يأتون الكهان عندنا نسويت وده يذهب للسحرة للمشعوذين لمن يدعي علم الغيب بما هي من سرات زمن عندنا نسويت يماتوا نبرة وديتنا يماتوا وديت أنقاي يماتوا نبرة الزمن فلقونه يتلاقي فرد وجه فلقونه واليوم يأتون الكهان عن طريق القنوات إنترنت قنوات تلفزيونية الرسائل على كل أتيان بعون ساعات كنت أنقاي يماتوا بدروينة ملك هذا اللهم بإنترنت متوال بموبايل متوال بواتساب متوال بتلاقي من قرط أنقاي يماتوا. فتح الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج هذا إتيان للكهان بهون ساعات قازيتوشن بتملكتنا كفتة بتملكت سلكواكب تقوطرا ميورالو هي بكتتا تنقلانو نبي قراءة الكف الفنجان إتيان للكهان بمدافنا هي مدافع انقلتنا لا نبيلالو فنجان ويمدمو بنا كتتتا بوالا مترش علي يكررون كريت بمايت
يتلاقي فرد يفردار يولو تنقلانا نبي قال فلا تأتوهم اندات هيدو النزي ما تنقويت ناتو اندات هيدو والو تلمعوية ثم قال له للنبي صلى الله عليه وسلم كذا على للنبي صلى الله عليه وسلم معاوية على تو قال له إن منا أقواما يتطيرون يعني يتشاءم يأتي يريد السافر يرى أبوما يسمع صوت يرجع لا يسافر كأنيا مكاكل اندزيو بجاهلية يقد عملكوت ويمدمو يوف عملكوت أمي عملكو سوات نبرو براري وف يملكتنا براري وف ودكن يبميهد بدكزين يكان عنا ريلال ودك راس يهدكم عايك عنا نبلو كبوزو اللو ميكارو سوات نبرو على ترى ثم بعد هذا قال له أمر ثم بعد هذا قال له يا رسول الله كذا على يا رسول الله لا تو إن لي جارية لني عندك جارية لجنيا ترعى غنما لي في أحد جبل في المدينة جبل يحبنا ونحبه كانت عنده المعركة المعروفة أهود ترارا كم يبالوا كوابي في يل متطبق عند تجارية سي تجارية باريا نبرج أقل كي نبرج فأضاعت يوما شاتا لي كلتات عندك كم تطبقوا في يلوش مكاكل عند في يلا تفاج بي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر أنا سونا ينا سونا دميكوتا وتنا درب تبساتو فلطمتها وداون بطفي متوت ضربها متت وعلي عتق رقبة يعني عليه أن يجب عليه أن يعتق رقبة بكى بني لي على البنية بذا بمدرب لو مكنت يتشنسيت نسعى موتات على البنية أفعتقها نسعى موتات اللي بلو رسول انت يكاتو قال لا أي هون المالوس ائتني بها مجمرة أسوان تراتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وده النبي صلى الله عليه وسلم متى تشنسيت أقل غير قال يا جارية أنت يا أقل غير هو يا لا أين الله الله يثنو بلو طيق وات الرسول قالت في السماء كسماي بلين والد الرحمن على العرش استوى استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كعرش بلينه بمي امر بتونيتا بمي سمم هونيتا معرفة إلا كيوني كيتا تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى سجود بمتادر قبت كزين سبحان ربي الأعلى نمتلو كهلهم بلا يهونو كتاب لنا ذكر متذكرو ثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بالقرآن يا الله سبحانه وتعالى يبلا ينت بالقرآن صدقان والسنة بنبي صلى الله عليه وسلم تككلني حديث صدقان والإجماع الأمة اندازيهم دمو بعلمو السمى منت معتبر يهونو علمو السمى منت والعقل اندازيهم بعمرهم اندازيهم صدقان والفطرة انذيهم بتفطرات من صدقوا القران تنوعت ادله القران باثبات العلو لله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى يا بلاينت ميتقسو قرانوش بتام بركاتا قران انقصوتش علو يا بلاينت وفوقيه اهونم يا بلاينت واستواء ياونو يا بلاينت وصعود الاشياء اليه ونزولها منه نغروش ود لاي اندميوطو ود الله اندميوطو نا دمو اندميورد السنه بانواعها الثلاثه جاءت لاثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه السنه القوليه والفعليه والتقريريه بسوستم ماينت يا سنه ملكوت يا الله سبحانه وتعالى يا بلاينت رغبطو مطال بنغغر مطال القولية والفعلية والتقريرية بنقكر بتكبرنا بتقريرية هذا ما يتوب ما صدق ما رأي أقر الجارية هنا يجنسية إقرارنا هذا الرب لا تصدق ولا نعم والفعلية قال اللهم فاشهد تكبر بتكبر دقمو تاتاتشون ودلا يادرقو الله مسكر اللي بلون ما رأساتشون والقولية قال يرحمكم من في السماء بنقراتو دمو بسماء يالو جيتا يأذن الله تهلو تنقروا بل السنة المتواترة جاءت على إثبات الله سبحانه وتعالى على خلقه عندهم متواتر يهون حادثوك ببركاتا زقبا يمتو حادثوك يا الله سبحانه وتعالى يبلينة عصدق ومتور أجمعت الأمة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه أمة واتك عليه مسلم ومهابرسف تسمامتون يا الله يبلينة مهون العقل يستحيل أن العاقل أن يثبت لله إلا كل صفة كمال وينزه الله سبحانه وتعالى عن الأماكن التي ينزه الله عنها الحمامات وأماكن الزبل عقل ويمدقموت إنما يونا آمرو براسو يستبابل وشتلا الله سبحانه وتعالى باش انت بيتعلم مالتن ويمدقمو الله كنيا قار بزاتو علم مالتن وشاشا بوتا علم مالتن براسو نسو يونا عقل يستبابل هيك قبل رجل كان ينكر العلو
عند قلسب يا الله لبلاي النتي كومن. فقال له أحد الطلاب عند تماري من هلا ولزق قلسب يا أستاذ دعنا من ذكر هذا الكلام، اترك هذا الكلام الذي تتكلم به. أنت أستاذ أنت من مروي إيه متناقر ونقر توار. أخبرنا يا أستاذ. أنت أستاذ هوي نقر. ما دعا عارف قط، لا يوجد أحد يعرف الله وأراد أن يدعو إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو، يقول يا رب. لا يمكن يقول يا رب هكذا. من يوم يونا حاجة قد موت دعاء يميادر ويمد مفتاري وامي لمن أكل ودلا يبميان قاتل تبت قزي لبونا وينن ياوكال يا الله أني بلاي نتي انت هساب يادر قولوا دعاء ميادر قولوا. فضرب الأستاذ على رأسه أستاذه راسه نيازه راسه متى وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني فطرة حمداني كو بك أولي لن بك ميزون يتفا إذن سلازي لابد أن نثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. يا الله سبحانه وتعالى كفطران بلا مهر ماسدك يقدم. من أبطل الباطل ما يقوله بعض الناس أن الله في كل مكان، يعني حتى في الأماكن التي ينزل الله سبحانه وتعالى. كوشته اللو وشت بلو مالت الله سبحانه وتعالى بقولهم بوتان على يمي بالو عبدوان وبعضهم يقول في قلبي عندهم عندنا شو من يلعنوا بلبي وسم الله الله بذاته يلعن. هذا لا يقوله إلا أهل الحلول والاتحاد، يقول العبد هو الرب والرب هو العبد. هذا قول أهل الباطل. إن الميروت يباطل ويمدمو يوشت بالبيت يهونوت الناس أهل الحلول أيام يبارو الله سبحانه وتعالى كن يقدر تكلا قلنا الله كن يقدر نو يميلو الله مالتني إني مالت الله إنه يميل سوت عاقيدانه يتبلش عاقيدانه. تعالى الله عما يقوله. الله سبحانه وتعالى النسو كملت يترى ما يلاقيه نقيبان.